اجوا بعدا وقفوه تما. اللهم بارك، اللهم الله اكبر، الله اكبر، زيد زيد اخويا زيد زيد. حاجه دير ماركه ديالك تبارك. تسنى الحاج تسنى واش هذا دوك المغرب كله كتسول عليه ياك الحاج تبيعو زعما ياك تبارك حاجه عطاك واحد الشهر هاد الحوايج شهرك هاد الحوايج ياك بصح الحاج الحاج الثمن ديالو فات 5 و 6 و 7 بصح هادشي 12 هانتوما كتسمعونيش عمل تبارك 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 ويستاهل ولد الستاشر تبارك ولدو هذا راه ما خلى منو حتى حاجه اللهم بارك تبارك الله الجلد كي داير الباب راه والمرقد عندكم الحاج هذا دابا بوت هذا ياك بوت باخ اه تا بجو دايرين بجوج اه وتبارك الله عليك الحاج والله الا في الوصفات اللي في الحولي راه يولدها من بعد شو دابا تبارك باش الناس يفهموا هذيك الدياله راه دايره من اللور حتى هي كتورث كتورث سبحان الله هذوك انا راه جابوا ولادو بهذيك القعاد سبحان الله جيب من الخرج جيب دفع 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 باب مسدود على مطارق على مات اللهم بارك الله تبارك شد شد طارق شد 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 تبارك الله تبارك الله عطا طارق ولد ديال 16 ولدو تبارك الله شوف كي داير بايا اللهم بارك ياك الحاج خير شوف الحاج ما شاء الله على القفا تبارك الله دورنا خو طارق هاد الحولين نشوف غير بوجهي ديال ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك
زي عندك اخويا فتاح، شوف هاد الخير. سلعة طعم اخويا طلع اللهم بس هذا تخليهم اخويا طالع ما تبيع منهم توا باي ثمن تبارك تبارك كاملين مكملين تبارك الله بيدخلوا هذا صار بسم الله بس تصور منها وقت انا نشدو سي 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 تصور مع بالي سي سي تصور مع تبارك شوف هالحاجة حل حل وبحالك يغسل سنانه مع الصباح تبارك الله اللهم بارك صنعت جيب واحد بعد ياشم جيبهم جيبهم على خير مولانا لا تصنعت طلع اخويا ما كان ما يعرف الشرجه من ضربه خطر ادخل خرج لنا شويه شو عاقل اوه تبارك الله العام زعما طلع 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 اللهم بارك حلا خطر شو القرن تبارك الله كي مزور خرج نجيو من اللور تاعو زيد زيد شو القصب بعدا زيد 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 نجي من اللور شوف اللهم بارك اللهم الصندوق يفتح من اللور تبارك الله طلع
خليه يدخل خليه. رجوله صوينته. عندك عندك خرج اللهم بارك. طيب هذا خلينا نشوف خلاص ثم يا ما هارك صب اللي بغيت شي يمشي يجي اخويا نهار نهار شحال؟ 23 سيدي سيدي بوق سير اخويا طارق طلع نشوفوا هذا الخير تبارك حل يا طارق حل خليه يدخل لا واحد اخرى حتى هو عالب زيد اخويا زيد زيد خليه يمشي عندك البابي خرج لينا بار الله على بدره أصعب حاجة أخويا في التحيط يقرب الحولي ويكسر إن شاء الله زيد أخويا زيد تبارك الله زيد بقى شاد زيد هذا ولد إينا وحده من النقطة ولا ولد اللي جا الأولاني في 16 جيبوا الاخر تاهو مش هذا الصندوق بقى شاد تبارك ضرب ضرب
ضربه ضربه دوز سير سير اخويا منصور. جمالي في هذا الصحاب تخرجوا خلوا الدوز